السلام عليكم يا طلاب. اليوم عندنا عنوان جديد باسم الضمائر. الضمائر تتكون من ثلاثة أنواع، هي المخاطب والغائب والمتكلم. سأطرح عليكم بعضا من المعلومات. حين تتصل الضمائر بالأفعال فتسمى الضمائر المتصلة. نستعمل التاء المفتوحة، نستعمل التاء المفتوحة التي عليها فتحة للمفرد المذكر، ونستعمل التاء المكسورة للأنثى. نستعمل تما أنتما للاثنين من الذكور والأنثى. سأعطيكم بعضا من الجمل. الجملة تقول: هاتان الطفلتان جميلتان. حسنا، سأكتب واحدة أخرى. أنتما تبدوان جميلان. سأكتب واحدة أخرى. ولكن هذه المرة ستكون لي أنا. بالكرة. أنا أستيقظ كل صباح. واحدة أخرى تقول: أنت تلعب بالكرة، أنت تكتب قصة، أنت تسبح في حوض السباحة. وسأقول لكم جملا عن التي التاء المكسورة. أنت تبدين جميلة، أنت تكتبين قصة كل يوم، أنت تحافظين على النظافة غرفتك، أنت تسمعين كلام أمك وتطيعينها في كل الكلام. حسنا، أشكركم على مشاهدة هذا الفيديو. كانت معكم الطالبة ديمة بنت عبد الله الجهوري، صف الرابع من مدرسة الموهبة الخاصة. أشكر أستاذتي الغالية هبة.